اللهم بارك اخوتي. كما تشوفوا الخروف الاسباني كما تنقولوا ينتشر في السوق الاسبوعي ديال واد جديده. نحاولوا نجيبوا لكم الاثمنه ديالو على المباشر. نتوما ما عليكم غير تبارطاجيو معنا. سمح لي عمي الحاج، مرحبا بالجميع والله يسخر الجميع. اخوان المتتبعين الاعزاء الكرام، حنا كنتواجدوا معكم حاليا في السوق الاسبوعي ديال واد جديده سبع عيون، قرب ما بين فاس ومكناس. يلا ندور شويه عاود اللي بغى شي حاجه مرحبا به. السوق راه معروفه اخوتي، والله يربح الجميع والله يسخر الجميع. حنا نشوفوا غير الاثمنه اخوتي ديال هذا الكبش الروماني او الاسباني كما تيقولوا، نقربوا لكم الثمن ديالو. سمح لي ابا الله يحفظك. الشمس اللهم بارك، غير مزينه الله يسخر الماليه ونجيبوا لكم الثمن. تالي نواصلين المرضي هادو في الثمن 72 تبارك الله. عطينهم اخوتي 72 الف ريال، واني راه خرفان اللهم بارك. غلاد اخوتي ما شاء الله، دعمونا بالبارطاج وباللايك. والخروف راه نخافض شويه اخوتي بالنسبه للثمن، طاحت علينا واحد 300 درهم او 500 درهم. ومرحبا بالجميع والله يسخر الجميع في السوق الاسبوعي ديال واد جديد كما تشوفوا اخوتي، راه عامر اللهم بارك بالناس. الشاري تبارك الله راه داخل، والله يربح الجميع الله يسخر الجميع. تالي نواصلين هاد الخريفة الثمن. عطيني 56 56 56 بجوج ولا جملة؟ جملة. هذا ثمن زوين بالنسبة للدرويش اخويا اللي بغى يعيد ياك. اللهم بارك 56 ألف ريال عطيهم بجوج، الله يربحو الله يربح الجميع الله يسخر لك المرضي. تبارك الله اللهم بارك. السلام عليكم، كي داير المرضي؟ تالي نواصل هاد الخير اخويا 82 تبارك الله. تطلبها ولا عطينا؟ عطيها السوق تبارك الله. 82 الف ريال اخوتي معطيها في هاد الخروف السردي، والله يسخر الجميع الله يربحك اخويا الله يسخر لك. راه ترفق شي شويه الحمد لله، راه طاحت واحد 500 درهم بالنسبة لهذا الخروف السردي. راه كانوا تيقولوا فيه 60 وكانوا تيقولوا فيه 70، وحنا نجيبوا لكم الثمن اخوتي على المباشر من عند هذا الشريف هذا، والله يسخر له والله يسخر الجميع. غليمة السردية تالي نواصل هذا الخير 53 معطية جملة ياك 53 ألف ريال تبارك الله. هذا ثمن زوين تيفرح للدرويش. شوف هذا محمد والله يسخر الجميع والله يربح الجميع. 53 ألف نسبة اخوتي للخرافة، راه كنسيرا وكنجيبو لكم الثمن مباشرة من السوق الأسبوعي. تالي نواصل هاد الخير مرتك، تالي نواصل هاد الخير. 34 معطية تبارك الله، 34 ألف ريال اخوتي اللي معطية بهاد الخرافة، والثمن راه مزيان للدرويش والله يسخر الخروف والخروفة. راه انخفضات شوية في الثمن، ونتمناو إن شاء الله تزيد طيح والله يربح الجميع. خروف اخوتي البلدي اللهم بارك، دائما تنتسارى وتنقرب لكم الاثمنه. ومرحبا بالجميع وتحياتي للمغاربه داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن. الله يسخر الجميع. ما سمعتيش المعطى ديال اللهم بارك اخوتي. الخروف البلدي هذا هو البلدي اللي تيموتوا عليه عباد الله، فيه المذاق وفيه البنه. وحنا تنتواجدوا معكم من السوق الاسبوعي واد جديده سبع عيون تاريخ 2024. الله يربح الجميع والله يسخر الجميع. شحال عاطين هنا؟ شحال عاطين؟ يا شيخ يا شيخ قربوا لكم الثمن اخوتي ديال هذا الخروف البلدي. اللهم بارك السلالة البلدية والله يسخر الجميع الله يربح الجميع. السيد راه كيتفاهم مع السيد وما بغيناش نبرزطو، يعني غنقربو لكم الاثمنة. نتوما خوتي راه ما عليكم غير تبارطاجيو معنا، وتحياتي للجميع الاخوة. عود المعلم تالي نواصل هذا الخير. 65 ألف ريال تبارك الله، 65 ألف ريال معطية في هذا الكسيبة أخوتي. حنا تنصبرو حتى تنقربو لكم الأثمنة. ومرحبا بالجميع والله يسخر الجميع.
دوما الخروفات اخوتي ديال العيد ديال الناس الدراوي شنو احسن العوان بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ما عطاوكمش اولدي في هادو ها 32 33 اون تبارك الله 33000 اخوتي اون سمعتي فيهم والله يرفعكم تقربوا لكم الاثمنه وبارطاجيو معنا اخوتي ومعنا العائله ديالكم والله يسخر الله يسخر لك المرضي الله يسخر اللهم بارك اخوتي نسولو لكم هاد الخرفان السرديين اخوتي شحال دايرين بالنسبه للناس الدراوش الناس يعرفوا الاثمنه ديال الحولي كما تنقولوا في السوق وصافي هذا هو وتالين واصلين المرضي الثمن ديالهم تالين واصلين 80 اخويا معطيه فيهم 80 80 ما عاطينش شحال طلبها ياك اخويا تبارك الله مطلوبه فيهم 4000 درهم 4000 درهم اخوتي خرفان صراده كما تتشوفوا تباعوا اخويا 80000 اخوتي تطلبوا فيهم الله يسخر الجميع الاخوان دائما اخوتي كننتقلوا من الحولي للخروبه باش كنجيبوا لكم الاثمنه ديال الخروبه هذه العيد اخوتي الناس ديال العياده ومرحبا بكم بارطاجيو معنا هذا الفيديو هذا حنا كنقربوا لكم دائما الاثمنه مرحبا بالجميع الله يسخر الجميع تالين واصلين ابو الثمن مال كره معطي بالفرادي 46 الفراديه والجمله 44 جمله تبارك الله عطاو اخوتي 44 جمله 2200 درهم جمله معطيه الله يربحها والله يسخر مولاها الله يسخر لك الوالد الله يربحك خوتي وخواتاتي المتتبعين قناة المهدي الزهار اليوم حنا في السوق الأسبوعي ديال سبع عيون كاين اللي تيقول له واد جديدة كاين اللي تيقول له سبع عيون يعني سوق جاي ما بين فاس ومكناس اليوم جينا باش نتعرفوا على الأثمنة ونوريكم حتى نتوما الأثمنة اللي رائجة في الأسواق مرحبا بالجميع الله يسخر الجميع اللهم بارك كما تشوفوا خوتي هاد الصديقة راه باينات نية ولا سنان الحليب كما تشوفوا حولي هو بلدي غير هو في النوع كبير الله يسخر له الله يسخر الجميع نحاولوا نجيبوا لكم الثمن مباشرة من عند هاد السيد هذا والله يربح الجميع الله يسخر الجميع كانوا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن الله يربح الجميع الله يسخر الجميع تلين واصل هذاك اخاي عبد الغني الثمن ديالو 86000 شنو داير في السن رباعي اوريجينال بالنسبه للناس اللي ما تعرفش الرباعي اخوتي راه هذا هو الرباعي دوريجين الله يسخر له الله يسخر الجميع الاخوان المتتبعين الاعزاء الكرام اللهم بارك وهاد الابيض اخويا عبد الغني هاد الابيض تلين واصل الثمن ديال هاد الابيض ها 96 تبارك الله سمح لي ابا الحبيب ونشوفوا هذا البلدي تا هو العيدو ديال الله يسخر الله يسخر جميع الاخوان والاخوات هذا خلاص راه يكون يسنا الحليب ولاد اثنين اللهم بارك السن ديالو كما قلتي اثنين والثمن 86 ها انتم اخوتي كما تشوفوا راه اثنين اوريجينال اثنين راه تيكونوا عنده جويجات خارجين في الفم هذا واصل 86000 ريال 4300 درهم الناس اللي ما كتعرفش اخوتي كما تنقولوا ب 84000 ريال 3300 درهم الله يسخر الله يسخر جميع الاخوان والاخوات داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن دعمونا بلاي لايك وحنا ما علينا نجيبوا لكم غير الجديد اخوتي قناه مهدي الجزار في مدينه مكناس الله يسخر ابو الحبيب الله يسخر غير واحد